قاعد سي جودته، اعطينا المكونات نتاع السويت نتاعنا. المكونات تاع السويت نتاعنا اللي هي مرقة حلوة، مرقة حلوة عندنا شوية بصل، شوية علوش، فما شكون يحب يعملها بالبقري ينجم ما يقلقش، أما هي أبن بالعلوش. دونك عندنا شوية فاكهة، شوية ملح، شوية فلفل أكحل، سكر، ومن بعد عندنا شوية زبيب، قسطل كان نحبو، أعوينة شايحة، مشماش شايح، كيما نحبو، نجمو نحطوهم الكل، نجمو نحطو واحدة حاجة بركة تولي ياما مرقة قسطل ياما مرقة عوينة ياما مرقة مشماش، كي نحطوهم الكل مع بعضهم تولي اسمها مرقة حلوة. باهي نبداو ميلا. نبداو ناخذو حاجة باش نطيبو فيها، ياما كسرونة ياما مرميتة. ناخذوا شويه ريجينا. دي ريجينا، هذه ريجينا، ريجينا البنينه. يب يب. ريجينا هي لخاطر تجي في الملح والحلو. صحيح. وين تحطها تعطي مطعم للماكله. شويه ريجينا، شويه ريجينا، سكروا الباكو. فوالا انت تو بديت بالمرقه الحلوه. انا بديت بالمرقه الحلوه. نعطيك بلانش للحم. دونك بلانش للحم، باش نحضر الحم. فف ناخذ الحم نتاعنا، كان فيه شويه شحم من ناحية، من بعد نقصوه تريفات صغار. ناخذوا شويه بصل، بصل يتقص جويد برشا برشا برشا، وما نحطوش برشا، دوبلاش دوبلاش دوبلاش، جوست شويه، خاطر هي باش تكون مطعم مالح وحلو مع بعضه، ما يلزمش حاجه غالبه برشا. فوالا، اما البصل راهو كي تقليه بالكدا يعطي اللون الحلوة. ويعطي الحلو. هو فيه السكر، دونك فيه مطعم الحلاوه. فيه مطعم الحلاوه. يعملوا به معجون بالبصل. اي. ويجي بنين ياسر. يجي بنين برشا، يعملوا به سوبا لونيون. سوبا لونيون فيها سوبا لونيون معناتها كي تحرق وتولي حلوه حلوه. شربة البصل تولي حلوه حلوه. دونك ناخذوا اللحم نتاعنا نحطوه يتقلى شويه. تفوحوا بشويه ملح وفلفل اكحل. شويه ملح وفلفل اكحل، تخي بيان. انت ما تفوح بالكركم ولا لا؟ زعفران. نجمو نحطوا فيها شويه زعفران. شويه زعفران. نجمو نحطوا فيها شويه كركم، كيما نجمو ما نحطوش. هو ما في بينا زعفران. سينو الكركم يعوض وما نفعو ياسر هيلا. منافع الزعفران خير من منافع الكركم. الاثنين هايلين. والاثنين هايلين. مي انا مانيش من المحبذين تاع الفحات برشا، على خاطر الفحات برشا تبدل المطعم نتاع البرودوي وتولي تاكل كانك تاكل في الفاح ماكش تاكل في الحم العلوش ولا تاكل فيه. انا ملا ياسر نفوح. احنا في تونس في كوجينتنا نفوحوا برشا. نفوحوا برشا في كوجينتنا. دونك توا اللحم هذاك راهو انا حطيت له الفاح قبل ومن بعد وزيد شويه هكاكا. دونك ماكمش مجبورين باش تعملوا هكاكا. باهي. دونك تقرص شويه الحم بريسك كملنا. دونك اذا كان جوست حاجه واحده كوثر. اذا كان احنا باش نحطوا الزبيب نتاعنا منفخ راهو نحطوه بعد ما نمرقوا. اذا كان باش نحطوه قبل ماهوش منفخ نجمو نحطوه قبل ما نمرقوا ولا بعد ما نمرقوا في ساعه في ساعه، معناتها ما نقعدوش نستنى. الحالات الكل كي تحطوا من بعد خير يا زيدا. هو في الحالات الكل كي تحطوا من بعد خاطر هو باش يشرب المرقه مش منفخ خير. كي يبدا منفخ يشرب الماء ما يخوش مطعم الصوص، وكي يبدا هكا وتحطوا ياخذ المطعم نتاع المرقه. ويعطي المطعم للمرقه. فوالا. دونك نحاولوا انه نخليو نعملوا شويه كولوراسيون كيما تشوف هوني كوثر. نعملوا شويه كولوراسيون في تبديل لون في قاع الطنجره. مش حريق، مي جوست باش تعطينا المطعم وباش تعطينا لون للصوص. فوالا. ناخذوا نمرقوا. احنا هذه المرقه مربوطه بالافراح وبالعيد وبالمناسبات الحلوه الكل، لازم نعملوا في العيد لازم نحطوا مرقه حلوه. نخليو الحم يتقرص شويه.
من فوق تقراص اللحم نزيدوا السكر. هذه السر خاطر تو نقول لك كيفاش واللي تفرجوا حتى التوانسه نعرفوا مرقة الحلو، المغاربه يطيبوا كيفنا زيد يخلطوا ياسر الملح والحلو. المغاربه اكثر منا برشا يطيبوا الملح والحلو. اللي يتفرجوا فينا توا التوانسه يعرفوا مرقة الحلوه دونك معناها واضح باش يعرفوها بالسكر. المغاربه كيف كيف يعملوا الميلانج نتاع الحلو والملح. اخواننا في الجزائر قليل ياسر وين يعملوا الميلانج هذايا. دونك عندهم حاجات مخلطه حتى هما زاده. لافريك دو نور احنا افريقيا شمال افريقيا اكثر عباد اول عباد بداوا في المارياج دو جو الملح والحلو. الملح والحلو. السكري سالي اللي توا ولا على موضه في العالم اجمع احنا بديناه عندنا برشا السكري سالي. دونك ما نبهتوش راهي بنينه ياسر من بعد. دونك اون فوا كملنا سيد قرص اللحم نحطوا الفخوي سيك نتاعنا نحطوا الزبيب. اون فوا تعبت هو تو يوري فيكم اون فوا تعبت معناها ما نخليوش الفاكهه تغلي مع المرقه برشا لين تولي تفقد داك التقرميش نتاعها هذيك. خليوها كي اللحم يطيب بالكدا بالكدا والمرقه تبدا طايبه ومفوحه وكل شيء نحطوا اللوز ونحطوا الزبيب ونحطوا اللي نحبوا احنا. هذه المرقه الحلوه. هذه المرقه